أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في ظل الشفافية المعهودة بيننا أتحدث إليكم هذه الليلة بكلمات استشعارا مني بحق حضراتكم علينا. ويشهد الله عز وجل أني ما أسست قناة الحكمة تحت شعار وإن تطيعوه تهتدوا، إلا كما قلت سابقا وقوفا أمام من تطاولوا على مقام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتعريفا بالسنة الشريفة لأمته، أمة الدعوة وأمة الإجابة. وقد تعرضت قناة الحكمة لما تعرضت له من ضوائق مالية وتضييقات أمنية وإعلامية، بذلت من أجل الخروج من هذه المآزق جميعها الغالي والنفيس، بل وأريق لأجل ذلك ماء الوجه، وقد ساندنا مشاهدونا بقدر ما يستطيعون، وإن تخلى وقتها من تخلى، والآن وقد عادت القناة بفضل الله عز وجل بعد عدد من مرات التوقف، وقد عادت بعد ثورة 25 من يناير التي نسأل الله أن تتم. عادت وقد اختارت الحكمة أن تكون عين المشاهد في قلب الحدث مع شعارنا الرئيسي وإن تطيعوه تهتدوا. فتأسس لذلك برنامج مصر الحرة كأول برنامج توكشو بالمعنى الإعلامي ينطلق من قناة إسلامية حسب علمي، وقد مر بمراحل نمو تدريجية حتى صار معروفا على نطاق لا بأس به وبشهادة الإعلاميين والجمهور. وقمنا أيضا بإعداد العديد من البرامج السياسية والصحفية متابعة للأحداث، وفي إطار كل هذا تحملت ضغوطا نفسية وعصبية وذهنية ترتب عليها العديد من الآثار غير الحميدة على حياتي الخاصة والأسرية، فضلا عن حالتي الصحية. فبين ضغوط متابعة ما يحدث وتحمل أعباء السبق وبذل الطاقة لتوجيه الرأي العام ودعم المشروع الإسلامي بشكل عام ودعم الرؤية السلفية بشكل خاص ودعم برنامج تطبيق الشريعة بشكل أشد خصوصية، وبين ضغوط تطورات المواقف بالشارع والثورة ودماء الشهداء التي أحس أنها قد ضاعت وخلافات العلماء التي أراها قد زادت، فضلا عن تبدل المواقف بل والمناهج واجتثاث الثوابت في إطار تبريرات المرحلة التي صارت شماعة لجعل كل ما كان لا يجوز جائزا أو كل ما كان يجوز غير جائز. هذا وأكثر وضعني في أمر لا طاقة لي به ولا صبر لشخص ضعيف الطاقة والاحتمال مثلي عليه، ولذلك فقد تأثرت صحيا ونفسيا واجتماعيا جراء كوني أدور في هذا الإطار شديد التسارع من أحداث حولي، فضلا عن تحمل أعباء إدارة المشروع بكامله، مشروع قناة الحكمة الفضائية. فكنت ألتزم بتدبير ما يقارب من نصف مليون جنيه شهريا لسداد نفقات القناة بين إعلانات أتحفظ على أكثرها وأرفض بعضها وأقبلها مضطرا أحيانا، وبين اقتراض أتورط في أدائه، وبين دعم يدق العنق بإحسان أصحابه. لذلك فإني بعد أن عرضت كل تلك النقاط الضاغطة علي سريعا على حضراتكم، أعلن لكم اعتذاري عن تقديم برنامج مصر الحرة اعتذارا نهائيا لا رجعة فيه، معربا في الوقت ذاته عن شكري لكل فريق العمل الذي ساندني وبذل غاية وسعه وإمكاناته للظهور بالمظهر المناسب قدر استطاعتنا، وعظيم الشكر لكل من ساند البرنامج من مشاهدينا بثناء أو دعم معنوي أو طرح أو رؤية أو فكرة ثاقبة أو نقد بناء جعلنا نطور من أنفسنا ولو قليلا. كما أعلن لحضراتكم أني قد تخليت ونهائيا عن أي منصب إداري في قناة الحكمة، وسلمت رئاسة القناة للأخ الحبيب والصديق المقرب الشيخ محمد سعد الأزهري، يتولى الإشراف الإداري على منظومة العمل
وهو بإذن الله أهل لذلك، وسأكون معه فترة انتقالية لترتيب الأمور المعلقة. كما أعلن لحضراتكم أنه قد تقرر جعل ربع ملكية القناة وقفا لله تعالى، ويتولى نظارة هذا الوقف فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، كما أننا سنبذل وسعنا في مراجعة كافة أصحاب الحقوق لجعل القناة كلها وقفا لله تعالى، يديرها نخبة من أهل العلم والفضل، ويشرف عليهم جميعا الشيخ أبو إسحاق الحويني، والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. وقبل أن أنهي هذه الكلمة، فحري بي أن أتقدم بجملة من الاعتذارات أراها واجبة، وإن كانت لا تعني بالضرورة، اعتذارا عن خطأ مقصود. أبدأ بالاعتذار لوالدي الحبيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدكتور عبد الوارث الحداد، أني ربما لم أكن على الوضع الذي يحبه لي أو كان يأمله مني، والله أسأل أن يهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا الله عز وجل. كما أعتذر لأمي الفاضلة أطال الله بقاءها على طاعته، فكم سببت لها من آلام وأحزان، وأبكيتها وأسهرتها الليالي حزنا وقلقا على حالي بسبب القناة، ففي كل مرة كنت أقضيها متهما في جلسة المحكمة بسبب ديون القناة أو مطالبات أصحاب الشيكات وتعرضي لأحكام بالسجن قاربت 6 سنوات، والتي بقدر الله ثم بدعائها ومساهمات أهل الفضل قدر الله عز وجل أن تصرف عني هذه الأحكام، وأسدد الأموال قبل أن تصرف عني هذه الأحكام وأسدد الأموال قبل تنفيذ الأحكام وقتها. في كل مرة كانت أمي تظل راكعة ساجدة داعية الله عز وجل أن يصرف عني الكرب والسوء، فأعتذر إليك يا أمي أمام الأشهاد، لعل الله أن يرزقني شيئا من برك. وأعتذر لأهل بيتي الذين تحملوا عباء وأثار هذا الضغط الرهيب، الذي كابدته خلال هذا العبء الكبير. وأبنائي الذين قصرت في حقهم كثيرا لضيق وقت التواصل معهم وانعدام فترات الرعاية لهم، بل إن هذا الشأن القاتل وهو الشعور بضياع ثمرة الحياة، وهم الأبناء كان له دور كبير في قرار اليوم، والله أسأل أن يقدرني على تعويضهم وإصلاحهم، وأسألكم الدعاء بذلك. كما أعتذر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أني قد خالفت توجيهاته ونصائحه في بعض المواقف الإعلامية، ولعلي يقر بأن اتباع قوله هو الأوجب والأنقى والهدق والأصح، وأدين لله بكل يد بيضاء كانت لفضيلته علي شخصيا، ورب العالمين وحده من فوق عرشه يتولى مكافأة. ثم أعتذر للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أن كان قد فهم مني إساءة لشخصه الكريم، فقد تعلمت منه العديد من معاني الصدع بالحق ولو عند سلطان جائر، وأشهد الله ثم حضراتكم أن صدري خال تماما من أي غضب تجاه الشيخ حازم، وإن كنت لا أتفق معه في كل قراراته لا سيما في الفترة الأخيرة.
كما أني أتقدم بخالص الاعتذار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان لانسياقي في إطار التطاول على شخصه الكريم دون تفكير أو تدبر مني، فأعتذر له ولعلمه ولسنه ولشخصه الكريم، وأؤكد أن ذلك لا يعني بالضرورة اتفاقي مع فضيلته في رؤيته السياسية، وأطالب كل أخ وضع ملفا على الإنترنت يحمل عنوانا هجوميا مني على فضيلة الشيخ رسلان أطالبه أن يتقي الله في ذلك وأن يحذف الملفات حذفا نهائيا تأليفا للقلوب ورأبا للصدر. كما أعتذر لكل ضيوفي الكرام وشيوخي الأفاضل ومعارفي المقربين الذين حاولوا إقصائي عن هذا القرار اليوم، وعلى رأسهم الوالد المكرم الدكتور محمد عباس أطال الله عمره وعلى طاعته، واضعا على جبينه الطاهر قبلة الاعتذار راجيا الله أن يمنحني القدرة على البر به ما حييت. كما أؤكد على تقديري وامتناني ومودتي لكل مشايخي الذين يبدو أن هناك عدم توافق بيننا فيما يبدو للناس، فأعلن اعتزازي وتقديري واحترامي لهم جميعا: الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، الشيخ الدكتور ياسر برهامي، الشيخ الدكتور محمود شعبان، الشيخ الدكتور أحمد فريد، وأخي الكريم الأستاذ خالد عبد الله. وأحيي وأقدر كل مشاهدينا الذين تواصلوا معنا وصبروا علينا ودعمونا واقترحوا لنا سبلا للتقدم والتفوق إعلاميا، وأعتذر لكل مشاهد أو مشاهدة صدمه قراري هذا وتمنى مني أن أظل ثابتا في وجه سهام الباطل، أو قد يكون تمنى مني شيئا لم أوفق أن أكون أهلا لتحقيق أمنيته. وإلى كل من أرسل لي رسائل تخوينية أو اتصالات غير لائقة أطلب منه التروي في الحكم على الأشياء وألا يهدم الإنسان من موقف اختلف معه فيه. وأخيرا أشكر كل فريق العمل الذي استمر معي في القناة بحلوها ومرها وصبر على لأواء المعيشة والعمل معنا والتأخر الدائم في تسلم الرواتب، وصبر على انفعالاتي الشخصية وغضبي أحيانا. ولذا فإلى كل الزملاء الأعزاء أعتذر جدا لكم إن أخطأت يوما بحقكم، وأتمنى لكم جميعا التوفيق بعدي. وسأظل أذكركم وأذكر اجتماعاتنا وطيب لقائنا، وأرجو أيضا أن تذكروني بكل خير. شكرا لكم مشاهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.